انه غسان قال لي لما قري المسج اللي مع انه كتير في ناس بعتوا له صلاه وكتير في ناس دعوا له ضووا له شموع all over the world، حس بشي لما شاف صورتي، حس بشي بس ضلت بينه وبين حاله. ومن بعدها لما شافني على الفيديو كول الرياكشن اللي عملها بوجهه لما شافني، حسيت كيف لما بتقولي في love at first sight، حب من أول نظرة، هو هيك حس. وانت شو حسيت؟ أنا كان دايما عندي هيدا، كنت عم بقطع بمشاكل كتير وبعرف انه أنا مشاكل بزواجك؟ ايه، وبعرف انه أنا كنت واصل لمحل عم يخلص هيدا الزواج، بس ما كنت بسمح لحالي اختي خطوة او فكر بانسان تاني. لحديت ما صير مرة حرة انا حرة اعمل شو ما بدي. شو حسيت له اول ما شفته؟ حسيت انه حدا كتير محترم، جذاب، حكيني بطريقة كتير محترمة وما تخطى حدوده بالحكيس وما زعجني بولا شيء. هو ليه تعلق فيه؟ زينة انه هو الشخص يلي أكبر منك بالعمر، يلي أوريدي هلأ مريض مدمر جسدياً ونفسياً، كنت عم تنظري لشخص بدك تساعديه إنسانياً ولا كنت عم تنظري له كشخص ممكن يكون حبيب؟ لما حكيته بالفيديو كول؟ بكل اللي شفتي لما حكيته بالفيديو كول كنت كأنه عم بتطلع على كوتش عم بحكي معه عادي جداً، ما في ولا شيء ورا هيدا التفكير. ولما فكر لما كنت عم نتقرب لبعض انا وغسان، ما حسيته هو بحاجه لشخص يتعلق فيه لانه هو مدمر. انا لما بلشت علاقتي انا وغسان بعد ما طلقت، حسيت حدا كتير طبيعي، جست حيالله رجال عم بيتعرف على مره عم ببلش حياته مطلق من بعد 15 سنه عم بيفوت بعلاقة جدية من بعد 15 سنة، سو أكيد قطع بعلاقات كتير من قبله. شو اللي شده بزينة ليفكر إنه يخطبها ويفكر فيها جدياً؟ لأنه أكيد قطع علاقات كتير بحياته، لأنه مثل ما قلت مطلق من زمان. بيقول لي نحن طنجرة ولقت غطاها. ليك أنا عملت لينك، أنا وبصراحة يعني هيدي عم بقولها عن قناعة، إنه الله رجعني من الكورونا، لأنه أنا كنت عم تقول يا بين الحياة والموت، أنا كنت بشق الموت، يعني انفقد الأمل فيي حتى طبياً، لأنه ما تجاوبت مع العلاج وقطع 12 يوم خلص، يعني ما بقى حدا يرجع بهيك حالة. وفجأة وعيت، يعني عملوا شغل الأطباء ما بدنا نفوت فيها، بس بوجه لهم تحية اثنينهم، يعني دكتور جودي بحوص ودكتور جوفيليكيان يلي بالفعل، ودكتور عيد عزار يلي كان مسؤول عن ملف تبعي، عملوا شغل يعني وصلوات الناس والله اكيد رجعت. ربنا يعني انا قلت الله ردني من الكورونا لك حياتك، لا يعطيني زينه، لا يعرفني على زينه. ربنا ما نهلك حياتك لا يعطيك زينه، مش لا يردك لاولادك. انا بلا اكيد، يعني الاولاد قبل ووقت يعني كورونا انت بتعتبر انه الشيء البوزيتيف انك رجعت على الحياه، اولادي عايشوا معي لانه صارت زينه بحياتك. لا انتبهي، عم تساليني الاولاد عايشوا معي قبل الكورونا بالكورونا وبعد الكورونا، اولادي بالنهايه، بس زينه يعني انا لو متت بالكورونا انه اوكي عايشوا معي اكيد بيهم وبيزعلوا له، وانا كنت بدي ارجع لاني وعدت ستيفي. انت رجعت على الحياه لتعيش هالتجربه برايي. انا قبل ما فوت على الكورونا بلحظات، قبل ما فوت على الانتيوبيشن، اجت ستيفي شدت لها ايدي قالت لي وعدني انه رح ترجع. قلت لها باب في شي مره وعدتك وكذبت؟ قالت لي لا. قلت لها ما رح اوعدك انه رح ارجع لانه صعب الرجعه، بس بوعدك انه اي ويل دو ماي بيست لارجع. يعني بس ليه ستيفي تحديدا؟ لانه رالف كان الكويبيس انت وبالانتوبيشن ما عم بقول لك كنت تحلمها انه هي بدها تقتلك وتخلص منها. ما شفت لك، مش بس هيك حلمت اشياء كثير، يعني بس هي بنت ما لها تفسير، مثل الانسان بيبقى عم يعمل كابوس بيتخيل حاله مثلا ما بعرف وين، بقى عند الشياطين او يعني هي شغله بتجي ما بتعرفي كيف بتجي، ما لها تفسير. ف
لما رجعت عم قلك انا رجعت ستيفي راحت على امريكا لما انا تعافيت